الملحنين يعني كمصريين انفعلوا مع الحدث وحبوا يشاركوا وراحوا جريوا بعد انهم عاشوا المأساة بتاعت الهزيمة، فبرضو فرحوا بالنصر، فده من حقهم ان هم حالة عبروا. حماسية، حالة حماسية راحوا عاملين بينها هذه الاغاني، اغاني جميلة ومحترمة وعايشة في وجداننا كلنا، ولكن انا احب ان يتعمل حاجات. وبعد كده حصل بقى 30 سنة قعدنا نغني اوبريتات بقى، ايه اوبريتات اوبريتات، ولا اغنية فيهم علمت. أيوة. لأنها مصنعة، يعني كلها مصنعة، كمية أوبريتات. يعني مثلا في الأغنية اللي نزلت، بس دي بقى طبعا جديدة على جيلنا، يعني أيام الانتخابات الرئاسية الفنان بشرة خير حسين الجسمي دي عايشة وتسلم الأيادي. طبعا ما هي دي برضو طالعة من نبض الناس، يعني قصدي بشرة خير بنشغلها في الأفراح في المناسبات، مبهجة الأغنية. مبهجة بنشغل بشرة خير في الأفراح والله. طب أقول لك، طب والله أقول لك على حاجة الناس مش هتصدقني، أنا كنا مشغلينها في فرح أخوي، بجد الأغنية مبهجة، الأغنية حلوة، الأغنية فيها تفاؤل. يعني. الأغنية حلوة طبعًا، عاملها عمرو مصطفى، عمرو مصطفى وغناها وكتبها أعتقد أيمن بهجت قمر، وغناها الراجل المحترم الإماراتي ده اللي بيعشق مصر، ده اللي احنا المفروض نكرمه على حبه في مصر ده بصراحة، لأن الراجل ده غنى أغاني حلوة جدًا وعامل أغاني أحلى منها كمان قبل كده وبعد كده في الإطار الوطني. يعني. الوطني فإحنا عايزين نقول إن احنا لما نيجي نعمل حاجة لازم نهدى شويه ونفكر ان دي للاجيال، مش في اللحظه. في اللحظه بتبقى ماشي انفعاليه كده، زي الثوره بتاعت 25 يناير دي ما طلعت كميه اغاني هستيريه، بس كلها ايه؟ ندب. كلها حزن على الوطن المفقود واللي هيعود. يا عم انت جاي تنكد علينا، يعني انت مش صح. مش بتديني اغنيه وطنيه، مش عارف انا عارف اوصل لك المعنى. اغنيه وطنيه تبقى اغنيه حماسيه، اغنيه قويه. الوطن مش حاجه ضعيفه كده اللي هي فكره بهيه ومش عارف اللي هي مسلوبه. عايز اغاني تفاؤليه. عبرت قوي على الثوره يا بلازي. يعني بلادي دي مش بتاعتهم اصلا، دي بتاعت بليغ حمدي في فيلم العمر لحظه. بس عبرت قوي عن الثوره واحداث الثوره. خد اللقطه بحلوها ومرها. لا هي الاغنيه دي اتغنت على فكره في بجد. انا بصراحه انا ما اعرفش المعلومه دي بصراحه. انا بقول لحضرتك اغنيه يا بلادي دي اغنيه اتعملت في فيلم العمر لحظه، وكانت على الاطفال اللي اتضربوا في مدرسه بحر البقر. الاغنيه نازله هي، بس مغنيينها احلى بقى من اللي غناها ده. عملها بليغ حمدي وكانت معموله باطفال، لان المدرسه اتضربت والعيال كلهم ماتوا، كان في غدر كده حصل والعيال كلها ماتت في بحر البقر. فاجعه يعني. فاجعه طبعا. فالاغنيه دي اتعملت في فيلم العمر اللحظه، لكن لو خدت بقى فيلم العمر اللحظه نفسه هتلاقي الفنانه ماجده مثلا من ضمن الحاجات الكوميديه جدا، الفنانه ماجده بتخدع اليهود على الجبهه واقفه بيرقصوا. يا جماعه احنا هنهرج يعني؟ وين مش ممكن يقولوا ان دي، انا يعني بتكلم حضرتك كناقد بقى فني، ممكن يقول لك دي حبكه دراميه زي ما بنسمع. ايه الدراما يعني في كده؟ ما اعرفش بقى. انا بقى وين يطلع واحد يبص كده بالنضاره، واحد شعره اصفر كده بيتكلم فرنساوي اصلا، وهو اصلا يهودي كان فرنساوي ليه ما اعرفش، وبيقول لهم نو نو نو، ما قالش مثلا لو اللي هي يعني بالنو برضو بالعبري. العبري. طب قول لو، انما ايه نو دي؟ مش عارف يعني. بيتكلم اليهود بالفرنساوي، هم يعني كانهم مجموعه مرتزقه جايبينهم في عربيه نص نقل مثلا، وقفوهم في خط بارليف، ودول بقى خدعوهم. يعني حضرتك بتقول ان كان برضو زمان ده كلام يعني كان في ضعف في الـ مش هنقول ده في سذاجه على فكره. انا اسف، دي مش ضعف، دي سذاجه. مجد صحفيه ايه يا فندم اللي بتطلع تقف على الجبهه تغني بالمنديل والعيال تنط تنزل الميه؟ اليهود يعني انت متطلعهمش بولهاء كده، ومش على طول مطلعينهم مقتبين وعندهم خنف خنف كده ومش فاهمين الكلام اللي بيقولوه وبنضحك عليهم. لا، اديهم حجمهم، لان هم ادوك حجمك بقى في الفيلم الاخير اللي نزل اليومين دول بتاع جولدا. جولدا مقير. اتفرج، مش قادر يلاقي ثغره ها يمسكها عليك، يعني هو مفروض ان هو مضاد ليكي، ولكن لما جه يعمل فيلم عن حرب اكتوبر اداكي حقك، لانه ما قدرش، مش بيتفضل علينا، هو ادانا حقنا. واقع، هو بيحكي بس واقع. الفيلم مليان بالغلطات والثغرات، يعني مش يعني مش غلطات ثغرات. سيبك بقى من الفيلم كتصوير واحداث انا بتكلم على المبدا نفسه اللي كاتبه واحد يهودي على فكره،
ولما كتبوه كتبوه عن الصدمة اللي حصلت لهم واللخبطة اللي احنا لخبطناها لهم، اللي هي تليق بقى فعلا بحدث احنا ده، احنا اللي عملنا الكلام ده على فكرة. يعني هم بيعترفوا ان هذا العمل كان صادم. على فكرة ده من زمان برضو، كان في مسلسل اسمه السقوط في بئر سبع برضو، كان الفنانة إسعاد يونس والله يرحمه سعيد صالح. لا كان بي 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 يعني، بس ده احنا طبعا اللي عاملينه يعني. لا انا بقول على افلام هم عاملينها، افلامهم هم عاملينها. انا مره كنت اتفرج على قناه ثانيه الاسرائيليه دي، لقيت فيلم بتاع الفنانه ناديه الجندي بيعرضوه عادي يعني. فيلم كان مش عارف مهم في تل ابيب يعني. معقول يا جماعه وصلوا افلام السهره بتاعتهم بقت افلامنا اللي بتشتم فيهم؟ ما معنى هذا؟ معنى هذا ان احنا عاملين افلام مش مد يعني، هي درامية أكتر، ما اديناش نفسنا حقنا ولا عرفنا نعبر عن الحدث الحقيقي، الحدث نفسه يعني. فهي الفكرة كلها فكرة ان انت ازاي طول الوقت تفكري ان انت اولا تخلي العدو بتاعك مش ضعيف مش هزيل، لانك انت غلبتيه. فانت لما تطلعيه قوي ده بيضاف ليكي، لكن لما تطلعيه اخنف وهبل وطالع يجري وبيشرب خمره في بالليل في خط برليف، ده راجل ضايع بقى ده يعني، حتى ما سمعش الضرب اللي حواليه. طب بلاش القياده ما كلمتوش، راجل كان نايم مثلا والحرب قامت من الظهر بالليل وطالع تقول لي انا يعني بيسكروا بقى يعني استاذ اشرف. لا يعني خلي الكلام يبقى ليه معنى يعني. ما نتفهش يعني، لو حتى عايز تعمل حبكه دراميه ما نتفهش من يعني قيمه الحدث، لان ده حدث تفهت من عملك انت نفسه طبعا. يعني ما عرفتش تعمله. فالنهارده لما بنيجي نعمل فيلم بقى جديد النيرف بقى مش موجود. يعني بتبقى المشكلة ان اللي بيمثلوا مش حاسين بالموضوع زي اللي كانوا عايشين وقتها. وكمان الجمهور بيبقى مش فاهم الموضوع ده ايه، ما انت ما مهدتوش بالشكل الكافي. هو ايه مفيش اسئلة ولا ايه؟ لا خالص ليه؟ لا ده احنا انا مستمتع بالكلام معاك. اغاني يا دكتور اشرف، ايه الفرق بين اغاني الوطنية دلوقتي وزمان اللي شايفه مختلف؟ ما هو احنا عندنا مشكله في الاغاني الوطنيه دايما ان احنا بنتكلم بروح فيها يعني عارفه يعني ريحه استعمار كده يعني، مش اغاني بتاعت ناس صحاب وطن يعني. دايما تلاقي اغانينا فيها فكره الوطن والحريه والوطن المسلوب. مسلوب من مين يا عم؟ هو الوطن لسه مسلوب يعني؟ انت ما زلت عايش تحت امبريلة الوطن المستعمر من ايام الانجليز. هو الوطن مش مستعمر على فكرة، احنا اللي بنحكم بلدنا مش كده؟ صح. فدايما تلاقي اغانينا الوطنية فيها تلميحات كده عتاب على البلد وعتاب على الـ على الـ على العيشة وعتاب على ايام يعني. صح. اعتقد ده موجود لغاية الثورة اعتقد يعني. لا ولغاية دلوقتي هي الناس يعني، انا دايما اقول حاجة، الناس ما بيجيبهاش العجب لو عملت لهم ايه. والله بجد الناس لو عملت لهم ايه ما لازم يقعدوا ينظروا اصل مش عارفه في بص عملي بصوا الدنيا عامله ايه. ما هو العالم كله فيه الكلام ده على فكره. فاعتقد ان هي دي ثقافه عندنا احنا تحديدا كمصريين، ان احنا على طول بنلوم وعلى طول بنعاتب وعلى طول بنرمي بنلقح بالكلام فاعتقد هي دي ثقافه. طب ما شفتش يعني مننا لذيذه قوي يا جماعه، لذيذه وخفيفه وما فيهاش اي عتاب. فيها نوع من انواع برضو انها بتفكروا ببلده يعني، ان هو يعني يعني أيوه. يعني أيوه. يعني برضو اللي هو ايه ما يصحش كده في بلده يعني. ما شفتش مننا ماشي دي برضو اللي ربيتك اكتر عمل. طب لا خليني بقى اسالك ايه اكتر عمل فني عاجب حضرتك؟ عمل فني على المستوى الغنائي وعلى المستوى الدرامي وعلى المستوى السينمائي. سؤال اهو عندنا اسئله عندنا اسئله اهو يعني ايه اجمل عمل في ايه في انهي فتره يعني؟ يعني تحددي شويه بس. لا في الفتره الحاليه، في الفتره اللي احنا فيها. لو حضرتك هترجع شريط السينما المصريه، لو حضرتك هتختار اغنيه هتختار مين؟ خلينا نبتدي بالاغاني. هتختار مين؟ هختار اي حاجه البليغ حمدي بصراحه. اي حاجه البليغ حمدي؟ اي حاجه البليغ حمدي انا معاها. طيب لان ده عبقري ما خدش يعني برضه لسه الناس ما فهمت زي حرب اكتوبر كده. ما حدش فاهمه بالدرجه وجمله وطريقه تناوله لاي لحن بصراحه جامد جدا يعني. الراجل ده انا بتصور ان هو مرتبه عاليه جدا من الملحنين. طب على المستوى الدرامي كايه كافلام مسلسلات مسلسل مين شايف مسلسل؟ ما هو احنا عندنا مشكله، خليني بس اقول لك عشان انت بتحاولي يعني هقول لك يعني ما فيش ولا مسلسل حتى من زمان، مش شرط دلوقتي،
عندنا مسلسلات او كتيرة. حتى مش مسلسل ماشي ماشي ما انا هفتكر لكم بس انا عايز اقول يعني اكيد في اغاني رأفت الهجان في ده ما تربين عليها كلنا رأفت الهجان في الجزء الاولاني كان حلو في الجزء الثاني بدات تفتح منهم شويه لكن الجزء الاولاني والبناء بتاع الشخصيه اللي هو بيجنده بيحط بيزرعه في وسط اليهود وده على فكره دي برده كانت من الحاجات العبقريه بتاعت رأفت الهجان دي جون بمليون جنيه طبعا ولكن برضو اياميها كان في يعني انت بصيتي كده حسستني في مصيبه لقيت نفسي يعني عايز اقول ايه يعني رأفت الهجان فكره كويسه بس برضو عايزين نعلم كده تحت حته ما تخليش الخصم ساذج بلاش حقيقي. حكايه الخصم الساذج دي نقطه مهمه قوي يا دايما الخصم ساذج يعني انا نزلت العب مثلا فريق كوره والفريق ما عرفش يلعب كوره فانا غلبت طب ايه ده لكن لما ابقى انا بلاعب فريق قوي ها يبقى انا بعظم الدور اللي انا يعني انت خلصت الكلام اللي حضرتك بتقول ان احنا خلصت الكلام مش عاجبني حاجه لا خالص بالعكس انت عارف يعني انا بستمتع جدا بوجود حضرتك والله بجد معانا يعني ان انت عايز تقول ما انتفهش من الامور نقول الحقائق حتى لو في حاجات علينا احنا مخطئين فيها بالعكس نعرضها للناس لان الناس خلاص ما بقتش كمان ما بقتش هبله زي ما بنقول لا لكن لا لا. الناس شايفه على النت وشايفه على المنصات بيتشاف كل حاجه يعني فكره انك انت هتعرف تضحك على الناس صعب يعني ما الفن ما ينفعش ان هو يكون وسيله للضحك على الناس انما في مسلسلات كويسه طبعا في مسلسلات كويسه كتير في ايه هي ما اعرفش مش فاكر دلوقتي مش مهم في افلام كويسه طبعا في افلام كويسه لكن المهم ان احنا ايه يعني لما نحب نتكلم عن حدث تاريخي وكبير نتعامل معاه بقدره عشان ما نقللش منه فيبقى الاجيال اللي بعدينا مش عارفة ايه اللي حصل فتوه العملية فتقلب هزار وهي مش هزار.